مرحبا يا رفاق، مرحبا مرة أخرى في تشانل خاصة بنا سويت كيرفي. اليوم سوف نخبركم عن بعض المعلومات الشائقة حول أحد أفضل العرضات في العالم. قبل أن نستمر لا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو وسانكيو. فيديو اليوم سوف نتحدث عن أليكسيس دانيشا. أليكسيس دانيشا هي عارضة أزياء أمريكية وإنستجرام ستار، اشتهرت على وسائل السوشيال ميديا خاصة في انستجرام بسبب صورها الرائعة والجذابة لعروض الأزياء ونمط الحياة. ولدت دانيشا في الولايات المتحدة مع ولديها وأخواتها، وكانت مغرمة بالأزياء والموضة منذ صغرها. وبدأت في مشاركة صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على انستجرام، وقررت أن تكون عارضة أزياء. في فترة قصيرة من الزمن جمعت صورها ملايين الاعجابات في انستجرام، وتتزايد شعبيتها على وسائل السوشيال ميديا، حيث لديها 1 مليون فولورز في انستجرام اكونت الخاص بها، ويقدر صافي ثروتها حتى الان باكثر من 400 الف دولار. دانيشا تبلغ من العمر 24 عاما، ويبلغ طولها 5 اقدام و7 بوصات، ووزنها يصل الى 73 كيلوغرام.